أستاذ أحمد، يعني هل أصبحت منطقة المنعالة مقربة من التحرير وفقا لما يحدث على الأرض؟ بداية يجب أن يعرف المتابع الكريم ومشاهدي القناة من أبناء اليمن أن التحركات التي يسير على ضوئها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هي على ضمن خطة اتخذت من قبل أكثر من 10 أيام، استطاع تجاوز الكثير من العقبات التي صنعتها الميليشيات الحوثية سواء في إغراق المناطق الصحراوية في الألغام أو تنصرها في المناطق الجبلية وتحديدا في جبال الفلق. الآن الجيش الوطني على تخوم معسكر أم ريش القريب جدا من مديرية ملعى. هناك أيضا في هذه الأثناء عمليات عسكرية تستهدف مناطق أخرى لقطع خطوط الإمداد على بعض الجيوب أو الخلايا الحوثية المتواجدة يعني ببعض الأطراف. الحوثيون حصل لهم انهيار كبير خلال الايام الماضيه وانسحابات كبيره من جبل الفلق ومن كامل منطقه الرمله والعكد، وهي مناطق يعني كانت تمثل تهديدا مباشرا على مدينه مأرب ووادي ومديريه الوادي.